ما ننساوش انه احنا عارفين بانه الاشكاليه الكبرى اللي مطروحه اليوم هي الشغل، وحنا نشتغل على هذا الوش بجديه. كاينه واحد الديناميه اقتصاديه اللي هي ايجابيه، بلي تجي الشتاء وتكون الفلاحه يعني، ومع مشروع ديال صاحب جلال ديال 2030 ديال الفوت ديال يعني التنظيم ديال كاس العالم، كنا متيقنين انه مغرب اخر، وبان غادي تكون امكانيات اخرى، وبغينا نمشيو بسرعه، وحنا غادي نشتغلوا في هاد السنتين المقبلين على انه ان شاء الله باش نمشيو ما يمكن نعملوه باش الاشكاليه ديال الشغل، الاشكاليه ديال الشوماج اللي هي الاولويات ديالنا نشتغلوا عليها. وانتم كتشوفوا بانه في جميع التدخلات ديالنا ولا الاجتماع، الهم الوحيد دابا هو الشغل اللي غادي نخدموا عليه وغادي ننجحوا فيه كما نجحنا في البقيه ديال الدوله الاجتماعيه.